وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخلفات. جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وجه الرئيس السيسي بتطبيق المنظومة وفق أعلى المعايير وبهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين. كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية محافظات الصعيد بقيمة إجمالية تقدر ب 18 مليار جنيه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. سعادة السفير أرحب بك، ويعني أبدأ معك بأهمية هذه الخطوة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مجال النظافة. الحقيقة يعني زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة، والاجتماع طبعا خصص لمتابعة إطلاق المنظومة الجديدة للمخلفات، ودعني إن أنا دعيني أوضح منظومة المخلفات هي منظومة متكاملة للنظافة تتضمن عدة مراحل وعدة خطوات بيتم تنفيذها في آن واحد إن شاء الله لما يتم تفعيل المنظومة. هي جمع المخلفات، نقل المخلفات، معالجتها، التدوير، نظافة الشوارع، نظافة المرافق العامة، ثم الدفن الصحي ما يتبقى منها. فإذا احنا بصدد منظومة متكاملة على غرار كافة الدول المتقدمة اللي بتطبق هذا النظام، ويعني هو تم الأخذ به خبرات الدول المتقدمة في هذا، وكان آخرها المجموعة السادة المجموعة الإدارية كانت بتقوم بزيارة ألمانيا في الماضي القريب للوقوف على خبراتها. الحقيقة الاجتماع اليوم ضم جميع الجهات الحكومية والسادة الوزراء والسيدات اللي قائمين على هذا الموضوع، من التنمية المحلية، من التخطيط والمتابعة، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع. ده بجانب إن في جهات أخرى أيضا ضالعة في هذه المنظومة، زي وزارة المالية بطبيعة الحال، وجهاز تنظيف من إدارة المخلفات، وهيئات النظافة اللي موجودة في كل محافظة. الحقيقة المنظومة سوف يتم تطبيقها بشكل أولي إن شاء الله في 5 محافظات تم انتقائهم بتوزيع جغرافي متوازن. طبعا العاصمة القاهرة بطبيعة الحال بكل تقاسيمها الإدارية والجغرافية، وأيضا الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية، ومن الصعيد محافظة بني سويف. هناك أيضا أحب أوضح لحضرتك أن هناك أيضا مجموعة من المبادرات والأنشطة المصاحبة للمنظومة سوف يتم إطلاقها بالتوازي مع إطلاق المنظومة، لأن العامل البشري واشتراك المواطنين شيء هام جدا في إنجاح المنظومة. فهيكون هناك في حملات من الجهات اللي أنا ذكرتها لحضرتك للتوعية في المدارس والجامعات، وتوعية الأسر، توعية المرأة، تشكيل هيبقى في تشكيل كيانات شبابية للعمل بالمنظومة، وايضا برامج للتدريب. هيكون في لك اليه دقيقه جدا ومنضبطه جدا لمتابعه المنظومه، يكون هناك اجتماعات دوريه لقياس الاداء وتحسينه وتلقي الشكاوات الشكاوي اسف. احنا بصدد منظومه متكامله ان شاء الله يعني هتحدث نقله نوعيه كبيره جدا في الحياه الحياتيه، الحياه اليوميه للساده المواطنين، هتقلل من التدهور البيئي، ستحد من التلوث والتلوث البصري. هيكون هناك معاها مبادرات للتشجير، نشر صناديق القمامه. طبعا القائمين على الشركات اللي هتنفذ تلك المنظومه هو تحالف كبير من الشركات الوطنيه، لان المجهود هيبقى كتير وكم المكلفات ضخم جدا على مستوى الخمس محافظات اللي انا ذكرتهم لحضرتك، والتمويل ضخم جدا. الحكومه وفرت مليارات، يمكن 3.5 مليار جنيه لهذه المنظومه التي سوف ترى النور قريبا ان شاء الله.
سعادة السفير، يعني كانت هناك أيضا في أجندة عمل السيد الرئيس اللقاءات الهامة والخاصة بالقضية الفلسطينية، يعني للمزيد من المتابعة أكد الرئيس السيسي أن حل القضية الفلسطينية يغير واقع المنطقة ويفتح أفاقا واسعة لتنميتها وتطويرها. كان هذا خلال استقبال سيادته لوفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا، الذي أشاد بجهود الرئيس السيسي في تعزيز قيم التسامح والسلام. يعني هل لك أن تطلعنا سعادة السفير على المزيد من التفاصيل؟ طبعا، هو يعني كانت زيارة وفد المركز الإسرائيلي اليهودي الكندي. المركز يعتبر من المراكز الكبيرة في كندا، وبيمثل الجالية اليهودية الضخمة اللي موجودة في كندا. الزيارة الأولى ليهم في مصر، والحقيقة يعني كان فيهم طلب للقاء بالسيد الرئيس. اللقاء كان لقاء يعني كان شبه حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس واعضاء الوفد واعضاء المركز. زي ما سيادتك ذكرتي، السيد الرئيس ذكر بكل وضوح واكد على ان حل القضيه الفلسطينيه وفق المرجعيات الدوليه والثوابت اللي دائما ما مصر تؤكد عليها وفق قرارات الامم المتحده، بما يضمن يعني عودة الحقوق الفلسطينية إلى الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وأن القدس الشرقية تكون عاصمة لدولة فلسطين. حل القضية بصفة عامة يكون له مردود كبير جدا داخل منطقة الشرق الأوسط، أخذا في الاعتبار المبادرة العربية اللي بتتيح يعني فتح الحدود وبتتيح التبادل الدبلوماسي الواسع ما بين العالم العربي والعالم الإسلامي وإسرائيل، في حال ما تم قبولها وفي حال ما تم تسوية القضية على هذا الأساس. ده هينتقل بالمنطقة إلى أفاق أخرى تماما من التعاون، من التعايش السلمي، من مكافحة الفكر المتطرف، من مكافحة الإرهاب، من التنمية الاقتصادية. هيخلق يعني واقع جديد، زي ما السيد الرئيس دايما بيشدد، واقع جديد إيجابي جدا في المنطقة وللانطلاق بالشعوب المنطقة ليه يعني مستقبل أفضل من التعاون ومن الاحترام المتبادل ومن المشروعات ومن التنمية لصالح الشعوب ولصالح الأجيال القادمة. ده كان تأكيد الرسالة الرئيسية للسيد الرئيس. هم بدورهم الحقيقة يعني كالعالم كله لامس المجهود الكبير اللي السيد الرئيس بيقوم به في مصر وفي المنطقة في تسوية القضايا الإقليمية، وأيضا في مبادرات سيادته في تصحيح الخطاب الديني والتقويض الفكر المتطرف ونشر التعاليم السامحة للدين الإسلامي وقبول الآخر وقبول الديانات والتعايش والسلم. كان لهم تقدير كبير جدا، وكان في جزء كبير من المقابلة أشادوا بهذا النهج وأشادوا بأنه يعني مصر ستكون هي تنبع هذا الفكر الوسطي وتصحيح الخطاب الديني لكافة دول المنطقة. بطبيعة الحال أن مصر مؤثرة جدا في محيطها الإقليمي سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو بقوة الناعمة، فبالتالي سيكون لهذا مردود كبير في المستقبل إن شاء الله للمنطقة كلها. شكرا جزيلا السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، شكرا لك.